فمن قضى حياته شاكرا عند نعمه صابرا عند ابتلاءاته فقد وصل إلى الله. هذه الحقيقة يشترك فيها العارف والربانيون والأنبياء والسالكون والمريدون. انظروا إلى حياة الرسل والأنبياء، كانت مليئة بالابتلاءات، وكأن الله عز وجل يقول لنا انظروا إلى خاصة عبادي أحبابي وهم الرسل والأنبياء، لم أبعدهم عن سنتي وقانوني، ابتليتهم كما أبتليكم وأمتحنهم كما أمتحنكم، لكي تفوح رائحة العبودية لله عز وجل في سلوكهم، شكرا عند النعم وصبرا عند الابتلاءات. وربنا عز وجل قص علينا قصصهم لأسباب كثيرة، منها أن نعلم ذلك فيكون ذلك عزاء لنا. أنا والله عندما أقرأ قصة سيدنا يوسف في القرآن أجد فيها عزاء، وأي عزاء لي بستحي من ربي عز وجل أني أقول له يا ربي أنا هيك لك، أنا شو شفت بالنسبة للشيء اللي شافه سيدنا يوسف، أنا شو شفت بالنسبة للشيء اللي شافه والده لسيدنا يوسف سيدنا يعقوب؟ أبداً، أليس كذلك؟ مطلوب من الرسل والأنبياء أن يعلنوا عن عبوديتهم لله صبراً كما يعلنوا عن عبوديتهم لله شكراً، ومطلوب منا جميعاً أيضاً أن نعلن عن هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. لم تأخذك ثم